انت حتى بالدول الديمقراطيه عم تلاقي انه الناس عم تفقد ثقتها بوسائل الاعلام العامه، عم تتجه نحو وسائل بديله عم يسموها، وهي الوسائل البديله عم تكون عاده على الانترنت او عم تكون صحف صغيره او محطات جديده او بودكاست، وعم تكون المعلومه اللي جايه منها بالحقيقه معلومه كثير اشكاليه. بس قبل ما ندخل في كل المواضيع دي خلينا نشوف الجانب الواضح من هذه الازمه من قفل الصحف. يعني عندك هي ظاهرة خطيرة جدا انه مجموعة هامة من المحطات والأقنية التلفزيونية والصحف العالمية، خلينا بالمنطقة اللي بتسكر، ما بعرف اذا بيندم عليه بالحقيقة، بس كثير من الاحيان عم تصير عندك الأزمة على الصعيد العالمي انه صحف إلى مصداقية عم تضطر تسكر بسبب الأزمة المالية.